بدأت الحكومة صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر متضمنة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز وغيرها. يأتي ذلك ضمن مجهودات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتعمل الحكومة على ضخ السلع الغذائية بكميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية التي تصل إلى 1300 مجمع على مستوى الجمهورية في الأول من كل شهر وحتى 30 من الشهر نفسه، وبداية من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء. بالنسبة للسلع كلها متوفرة، السلع التموينية 31 سلعة بنفس الأسعار المقابلة للسلع التموينية، وخاصة مثلا السلع الغذائية الضرورية زي الرز البلدي والسكر والزيت والسمنة والمكرونة، كل السلع متوفرة. من الشهر ده رز البلدي نازل في للتجار كلها ولفروع جمعيتي ب10.5 الكيلو بجوده عاليه حقيقي. كل السلع بتاعت المنظومه موجوده الحمد لله تمام. الاقبال زي ما انت شايف حضرتك، الناس كلها مقبوله، احنا فاتحين من 9 الصبح ل 9 بالليل تمام. المواطن بيتقدم ببطاقته تمام، بيجي يصرف ياخد مقرراته التموينيه اللي هو محتاجها لبيته تمام، وبنغطيها. طبعا احنا عندنا من قبل اول الشهر 25% من التارجت بتاعنا تمام، بنخلصه بنعمل استعاضه ناخد 25 تاني وهكذا، لينا 8 مرات في الشهر بيغطونا الشهر كله الحمد لله. السلع موجوده زي الرز زي الزيت كل حاجه في التمويل.